يقول: في هذه الأزمان انتشر الإلحاد وعم ولبس دعاة الضلال على كثير من الناس، وانطلت كثير من شبههم على الجهال، ما حكم التركيز في الدعوة على توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية؟ يا أخي قلنا لك وقالوا من قبل إن توحيد الربوبية موجود ولا أحد ينكره إلا مكابر أفراد من العالم، أما جمهور العالم فهم مقرون به، ما يجحده أحد فيه عقل إلا مكابر مثل فرعون، ومثل له هوى وله رغبة إنه يتسلط، ما ينفع هذا. لا، الدعوة إلى توحيد الألوهية، الناس بحاجة إلى هذا، الناس واقعون بالشرك في الألوهية الآن بكثرة. أنت تسمع أحد يقول إنه تخلق هذه القبور وهذه الأضرحة إنه تخلق مع الله.